السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبدة البلدي الفلاحي؟ الزبدة الفلاحي من الدهون الصحية التي يمكننا أن نتناولها ولكن دون الإكثار منها حتى لا تتحول الفوائد إلى أضرار. فالزبدة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، وقد أثبتت الدراسات أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب وتحسين البصر وتوازن الهرمونات وتقوية العظام. والزبدة الفلاحي المصنوعة من حليب الأبقار هي التي نتحدث عن فوائدها اليوم. من أهم فوائد الزبدة الفلاحي أنها تمنع الإصابة بأمراض القلب. أثبتت الدراسات أن استهلاك الزبدة بشكل معتدل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنها مصدر جيد لفيتامين K الذي يساعد على منع تكلس الشرايين، وهو ما يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما تعمل أيضا على تنظيم الهرمونات ووظيفة الغدة الدرقية. الزبدة مليئة بفيتامين A الذي يساعد في تنظيم الهرمونات وتعزيز وظيفة الغدة الدرقية، حيث أن 100 جرام من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين A. كما تعمل أيضا على مكافحة الالتهابات الفطرية. حمضلوريك هو مركب مضاد للفطريات، والزبدة مصدر غني به ويساعد على منع الالتهابات الفطرية. تحسين الخصوبة للرجال والنساء. الزبدة الفلاحي مصدر جيد للسيلينيوم، وهو معدن يزيد من الخصوبة لدى الرجال والنساء، لذا يمكن تناول المزيد من الزبدة لأنها تحسن فرصتك في تكوين أسرة. كما إنها تعمل على المحافظة على صحة العينين، لأن الزبدة الفلاحي مصدر غني بفيتامين A عالي الامتصاص، وتمنع العمى الليلي والانحلال البقعي، وهو ما يجعلها تحافظ على صحة العينين. تحسن مناعة الجسم، لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3 الدهنية التي تحسن مناعة الجسم وتكافح نزلات البرد والأنفلونزا. تحسن صحة الأسنان والعظام. تحتوي الزبدة على الكالسيوم وفيتامين د، وهو ما يساعد على إصلاح وبناء عظام قوية وبصحة جيدة، كما إنها تمد الجسم بالطاقة وتقلل من التوتر. تمنع الإصابة بالسرطان. تحتوي الزبدة على حمض اللينوليك، وهي مادة تمنع السرطان وتعزز المناعة وتمنع تكون الخلايا السرطانية بالجسم، كما إنها تعمل على تحسين امتصاص الجسم للمغذيات. تحسن امتصاص العناصر الغذائية خلال عملية الهضم. أما عن فوائد الزبدة للبشرة والوجه، إنها تساعد الزبدة على تنقية الوجه من الشوائب، وتغذي جميع أنواع البشرة وتمنحها النضارة والحيوية. كما تعمل أيضا على تأخر ظهور علامات التجاعيد المبكرة على الوجه. تعيد بناء الأنسجة التالفة بالوجه والبشرة الدهنية، كما تخلص الوجه من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية. فوائد الزبدة للشعر. تعمل الزبدة على ترطيب الشعر الجاف وحمايته من الإصابة بمشكلات مثل الخشونة والهيشان والترقق، وتعمل على إعادة الحياة للشعر التالف، وخاصة الشعر الذي تعرض بشكل مكثف لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة. كما يعمل على تحسين وتهذيب مظهر الشعر الخشن بطبيعته. فوائده الأخرى مثل تغذية الشعر ومقاومة تكسر الشعر وتعزيز نعومة الشعر. ولكن على الرغم من فوائد الزبدة المذكورة، إلا إنها أيضا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ولذلك فإن استهلاكها بكميات كبيرة قد يسبب عددا من المشاكل غير المرغوب بها مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم. إذا أعجبكم الفيديو
لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.